عام 2009 تنتهي قصة علي عواض عسيري مع باكستان نهاية مثيرة بسبب تلك الهدية غير النبيلة. كان عندنا حفل في سفارة المملكة العربية السعودية، لأن بنينا سفارة وسوينا حفل ودعينا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكلهم حضروا وكل القيادات وأعضاء البرلمان، وألقينا كلمة ترحيبية فيهم في وكنت جالس جنبه في العشاء، فسألني قال يا سفير أنت عندك بيت في باكستان؟ فطبعا أنا عرفت، فقلت له كل بيت في باكستان هو بيت، أعتبره بيتي أنا وأنا بين أهلي يعني. جواب ذكي. إيه نعم. ف وجه رئيس الوزراء قال take care of the ambassador، يعني انتبهوا للسفير امنحوه. وفوجئت الساعة 11 في الصباح النهار الثاني إلا وأنا صكي يقدم لي باسمي أنني منحت هذه الأرض اللي هي 10,000 متر مربع في منطقة أغلى منطقة في باكستان. فأنا كسفير للمملكة العربية السعودية بعثت عليها برقية وصورت هذا الصك وبعثته لسمو وزير الخارجية وقلت أنه هذا تصرف الحكومة الباكستانية وأنا أرجو توجيهي، أما أنه يبنى في شيء لإعادة تأهيل الأطراف الصناعية لأنه كانوا في حاجة لها بعد الزلزال الذي حدث، أو أني أعيد هذه الأرض. بعد فترة جاني توجيه لا أعيد هذه الأرض لهم، عدت عليها خطاب مؤدب ورحت لوزير الخارجية وسلمته بخطاب والصك أنه أنا شاكر ومقدر وأنه عملي هنا هو واجب علي ولا أستطيع أي ريورد، يعني أي أنكم تتكافئوني على هذا الشيء لا من ناحية دينية ولا أخلاقية. وبالتالي هنا أستاء الرئيس زرداري، يعني أدركوا أنك أنت أخبرت حكومة بلادك، أدرك أنه أنا يعني سأعمل مهنيا كسفير للمملكة العربية السعودية، وأنه بالتالي دعاني غدا واحد الأنوية تغدينا سوا غير مسبوق أنه رئيس الجمهورية يستدعي سفير ويتغدى هوياه يعني. فهنا أنا كنت مرتاح وهم كانوا ما هم مرتاحين. وفجأة كلمني وزير الداخلية اللي هو من مقرب جدا من اسمه رحمن ملك، وأتى إلى بيتي بعد المغرب وقال لدينا معلومات أنه القاعدة تستهدفك وبالتالي أنت معرض ولا نقدر نوفر لك الحماية. طبعا رفعت هذه المعلومة لدولتي رسالة واضحة أنه أنا يعني أنا وهذا الحكومة لن نتفق وبالتالي قد يكون صعب علي أداء مهامي كما كنت. وفي نفس الوقت دولتي وجهت أنه خلاص أنت ودع ونقلت إلى لبنان. دعنا نرسم سيناريو متخيل، لو أنك قبلت الهدية ماذا كانوا يريدون منك؟ أنا يريد مرونة، يريد أنه أقربه من قيادة المملكة، يريد أنه يعني أن تكون علاقته كما علاقة مشرف، ولكن توجهاته هو وانتمائه الطائفي ووضعه وأسلوبه في الحياة وأسلوبه في الحكم أنا واثق أنه لن يستطيع أن يرقى إلى تلك العلاقة من الثقة ومن هذا. وأنا أي رسالة بيبلغني فيها بنقولها لحكومتي وهذا دوري كسفير يعني. فكان يتوقع أنه ويأمل أن يكون بمستوى من سبقه في العلاقة يعني، ربما هذا جميل. وما وضح لي أنه هذه المنحة، لكن أنا عارف أنه وراها أهداف غير نبيلة صراحة.